السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح يكون نماذج لأسئلة البكالوريا في مادة اللغة العربية في جزئه الثاني، يعني تكملة أو يعني تابع للجزء اللي راني حطيته اللي فات. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد للقناة، وتخلوا لايك إذا عجبكم الفيديو، يعني تخلوا لي اي انديس بلياكم فهمتوا. اذا عجبكم لا فيديو حسيتوا روحكم فهمتوا، شاركوا مع اصدقائكم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده اكثر. وخلونا نبداو. اول سؤال هو ما مصدر الذي استلهم منه الكاتب او الشاعر افكاره؟ قد تكون تجاربه الخاصه او الواقع الذي يعيش فيه او العقيده او الطبيعه التي سحرته بجمالها او حيث يعني الاماكن التي سافر اليها. السؤال اللي بعده راح يكون شخصية الكاتب أو الشاعر، قد يكون من خلال نصه جريئا أو متحديا أو ساخطا ناقما مستنكرا منددا أو هادئا حماسيا منطقيا في طرح أفكاره أي موضوعيا، قد يكون ذا تجربة واسعة خبيرا بالأمور قياديا واسع الثقافة متشبعا بالقيم الإسلامية، وقد يكون مقلدا متأثرا بمن سبقوه أو مجددا مبدعا. هذه كلها راح تكون يعني ضمن يعني جزء منها ضمن من شخصية يعني الكاتب، يعني قادرة تكون أي صفة من هذه الصفات في الكاتب، وراح تكون يعني جزء منها فقط، يعني ما يقدرش أنه يكون يعني جريئا ويعني هادئا او حماسيا ومتحديا ساخطا ساخطا ويعني متشبعا بالقيم الإسلامية، يعني لازم تكون يعني صفة واحدة باش هكذاك تكون شخصيته الحقيقية. السؤال بعده راح يكون ما هي المدرسة التي ينتمي إليها البشير الإبراهيمي؟ يعني هنا حددت وهي المدرسة ذات الصنعة اللفظية، وهي مدرسة أبي تمام والبحتري. من أبرز خصائصها الإكثار من توظيف البديع، الاهتمام باللغة والألفاظ. السؤال اللي بعده راح يكون ما هو أدب المنفى؟ يعني أدب المنفى أظن أنه يعني يجي في السجيات تاع الأدبيين. أدب المنفى هو أدب حزين يتألم فيه الشاعر ويتعذب، يتجلى فيه صدق وانفعال يدعو إلى الصبر والتجلد وتحمل المشاق في عزة وشموخ. يعني هذا هو أدب المنفى، يعني لما نقول أدب المنفى يدعو دائما إلى يعني لا يدعو فقط، وإنما يكون الأديب أو الشاعر في تلك الحالة حزين ويتعذب، يتجلى يعني بعض المرات فيه صدق وانفعال، يتجلى فيه أو يدعو فيه إلى صبر وتحمل للمشاق بعزة وشموخ. السؤال بعده راح يكون ما هي القيم الواردة في النص؟ وهذا يتعلق بمجموعة من المبادئ يؤمن بها الكاتب أو الشاعر فيدعو إليها من خلال نصه أو قصيدته، يعني سواء شعر أو نثر. هذه القيم التي سأضعها بين أيديكم راح تكون يعني القيم الفنية الأدبية أو الإنسانية، القيم العلمية والقيم التاريخية، القيم الاجتماعية، والعديد من القيم كالأخلاقية والدينية والسياسية والوطنية. القيم الفنية الأدبية تتجلى في اتجاه رومانسي وشعر حر أو تجديد. القيم الإنسانية تتجلى في دعوته إلى مبادئ الحب والاحترام والتعاون والسلم والأخوة التي يحملها الإنسان تجاه أخيه المسلم، وبالمقابل نبذ لكل الممارسات العدوانية على اختلاف أنواعها. يعني الإنسانية راح تكون كلها علاقة يعني الاحترام والتعاون السلم والسلام وهكذا. القيم العلمية مثلا إبراز قيمة التاريخ، وجوب القيام به والقيام على الأسس العلمية كما جاء في نص ابن خلدون، يعني ابن خلدون يعتمد هذه القيم العلمية. القيم التاريخية تتمثل في ذكر بعض الحقائق التاريخية كبيان وحشية الاستعمار ويعني وحشية التعذيب وحشية كل ما يتعلق بالاستعمار الفرنسي وأساليبه الإجرامية. قيمة الاجتماعية نذكر الآفات الاجتماعية المختلفة ومعالجتها من خلال دعم القيم الاجتماعية الإيجابية المقابلة لها، والعديد من القيم كالأخلاقية والدينية السياسية والوطنية الظاهرة يعني المفهومة. الأخلاقية تظهر فيها الأخلاق والدين، السياسية يظهر فيها الجانب السياسي، والوطنية يظهر فيها الشاعر وطنيته.
السؤال اللي بعده راح يكون بين دور التكرار في النص. يعد مظهرا التكرار يعد مظهرا من مظاهر الاتساق، كما انه يسهم او يساهم في التاكيد على القضيه التي يتناولها الكاتب او الشاعر. يعني التاكيد في الاعاده افاده، لان الكلمه اذا تكررت اكثر من مره فهي محور القضيه التي يعالجها الشاعر او الكاتب في نصه. السؤال اللي بعده راح يكون ما هي ادوات الاتساق والانسجام في النص. هذا دائما يتكرر وبكثره، وعليه يعني اظن نقاط، ليس يعني جزء من النقطه. القرائن اللغويه وهي حروف العطف وحروف الجر والتكرار اللفظي، اسماء الاشاره واسماء الموصوله، الضمائر وادوات التوكيد، اسماء الشرط وادوات اخرى كلكن واذا امام قبل وقد وانما. يعني أنا لما نذكر أدوات الاتساق يعني حروف العطف لازم نذكر و، حروف الجر لازم نذكر حروف الجر، التكرار اللفظي أو أسماء الإشارة لازم نذكر هذا هذه، يعني كذا. كما عليك أن تقدم أمثال عن كل قرينة، يعني كل من ظهر أداة من أدوات الاتساق والانسجام لازم نوظف يعني كلمة ونجبدها من النص، يعني أقصد استشهاد أو يعني دليل من النص. سؤال بعده، إذا سئلت عن الضمائر المستعملة في النص تحدد أولا نوع الضمير، يعني كمتكلم أو مخاطب أو غائب. ضمائر المتكلم هي أنا ونحن، المخاطب كأنت وأنتم، الضمائر الغائب هو وهي وهم، الجمع بين ضميرين أو أكثر حسب النص. ثم تشرح لماذا تبنى الكاتب هذا الضمير دون غيره من الضمائر الأخرى لإبراز الصراع أو المشاركة أو الطغيان الذاتي أو الافتخار أو المدح أو الذم. يعني نظهر للقارئ أو للمصحح أنني هذه الضمائر يعني عندي دليل، يعني لما الشاعر يوظف أنا أو نحن أو يوظف هو أو هي، يعني لما يجمع ضمائر نوظف له علاه، يعني وش هو، يعني نبرز له الهدف أو الغرض من هذا، يعني أذكره صراع أو يعني يحاول أنه يشارك مع القارئ نفس الفكرة أو يحاول أنه يطغي على يعني على آفة اجتماعية أو أنه يفتخر أو يمدح أي شيء. السؤال بعده، إذا سئلت عن مخطط الخطاب في النص، مثلا من المخاطب في النص، راح نبدأ بالمرسل والمرسل إليه والرسالة ونوع الخطاب. نبدأ بالمرسل. المرسل يعني هو اسم الشاعر، المرسل إليه هو القارئ، الرسالة هي نوع يعني نوع النص، نوع الخطاب كذلك نوع النص. السؤال بعده هو ما دلالة الفعل المضارع، يعني هذه الأسئلة بعدها كامل دلائل. دلائل الفعل المضارع هي الاستمرارية في الحاضر، تفصيل الأحداث وتفعيلها، إثارة الحركية في الأحداث. ما دلالة الفعل الماضي هو الاسترجاع، يعني محاولة تجديد يعني أحداث سبق، البحث عن الذات والسرد. ما وظيفة أو ما دلالة فعل الأمر هو النصح والإرشاد، الحث والتشجيع أو التحذير والنهي. ما هي دلالة التكرار؟ كما قلنا يعني سابقا دور التكرار، يعني كاين دلالة التكرار ودور التكرار. التكرار يظهر مظهرا من مظاهر الاتساق، أما دلالة التكرار هي تأكيد المعنى، تقويته، توضيحه، تقرير الحقائق كونها موضع إلحاح عن الفكرة، إعطاء نغم موسيقي داخلي في القصيدة. يعني كل هذا من دلائل التكرار. وظيفة الجمل الإسمية هي تحسين الكلام، الثبات والتقرير. ماذا تفيد الجملة الفعلية؟ هي تفعيل الأحداث وحركية النص، يعني تضيف إلى النص يعني نوع من الحركية ونوع من التجديد. نوعا ما نقولوا أنه يعني مش تفصيل، ولكن إثارة الحركية في الأحداث، يعني نشط الأحداث. يعني السؤال اللي بعده، كيف هي نبرة القصيدة أي لغة القصيدة؟ نبرة حادة أو نبرة ثائرة، هادئة، خطابية، حزينة، متفائلة أو حوارية. يعني كل هاته لغات للقصيدة أو نبرات للقصيدة. السؤال اللي بعده هو أدرس عاطفة الكاتب، يعني أنه يعني نبين نوعها
يكون ذلك من حيث نوعها، أي حزنا أو ألما أو شوقا أو حنينا أو شفقة أو حب أو استنكار أو استهجان أو احترام أو إعجاب أو تحدي، من ناحية صدقها ومن ناحية قوتها. يعني كاين ثلاث عناصر يعني لإبراز أو دراسة عاطفة الكاتب، نوعها وقلنا حزن أو ألم أو شوق أو حنين، صدقها هل هي أي هل هي صادقة أم مصطنعة، ويمكن اكتشاف ذلك من خلال التجربة التي عاشها الكاتب وتأثر بواقعها. قوتها وتحدد بدرجة التأثير في السامع أو القارئ. يعني عاطفة الكاتب راح تكون يعني قوية أو قد تكون قوية من حيث ماذا؟ من حيث أنها تأثر فينا. لما نقرأ أنا قصيدة أو شعر نحس أنه خلى فيها أثر، هذاك الوقت راح نقول أنه عاطفة الكاتب قوية. إذا كانت يعني كنت نحس بصدق في كلام الشاعر سواء في النثر أو الشعر راح نقول صادقة، وراح كذلك نبين نوعها، يعني أنه بيظهر لي الكاتب من خلال أبياته أو الشعر أو النثر يعني شفقة أو حب أو استنكار أو شوق أو ألم. يعني غالب الأحيان يعني كاين ثلاث مشاعر أو أربع مشاعر يعني متكررة بكثرة في أسئلة البكالوريا. ما هي أهمية اعتماد الكاتب للنفي وإثبات والإثبات؟ يعني الكاتب لما يستعمل النفي راح يكون انه يأكد او يوضح، يعني يوضح النفي حاجة راح ينفي فيها، يعني لما ينفيها الكاتب يعني فعلا انه حاجة خاطئة. السؤال بعده، ما هي خصائص المقال السياسي؟ خصائص المقال السياسي: البعد عن التكلف، سهولة الألفاظ ووضوح الفكرة، إثارة الحماس، ذكر البراهين. خصائص نفوت الخصائص المقال الاجتماعي، ذكرنا خصائص المقال السياسي، نذكر مقال المقال الاجتماعي. كاين نوعين من المقالات: وضوح الفكرة، هذا المقال الاجتماعي، وضوح الفكرة، تصوير المشكلة ومناقشتها، ذكر أمثلة من الواقع والتاريخ، الاستشهاد بالقرآن والحديث. هذه كلها من خصائص المقال السياسي. خصائص الرومانسية هي تمجيد العاطفة والأحاسيس والانفعال الوجداني، الاعتماد على الإبداع ومحاربة التقليد، والتركيز على التلقائية والموهبة، اعتماد الخيال واللغة البسيطة التي يفهمها الشعب، التأثر بالطبيعة والهيام بها والهروب إليها، اتخاذ الشعر وسيلة تعبير لأنه لغة القلب. وفعلا الشعر هو لغة القلب. خصائص الرمزية هي الألفاظ الموحية أو التعبيرية أو المعبرة عن معاني كثيرة بألفاظ قليلة. يعني أي إنسان أنه يظهر لك مشاعر أو يظهر لك أو يبين لك العديد أو يفهمك العديد من المعلومات في بضعة كلمات أو القليل من الألفاظ، هذه راح نقول بلها تتميز بالرمزية. يعني هذا الشاعر راح يتميز بالرمزية. كثرت الصور البيانية، التلميح دون التصريح، الجرس الموسيقي يفسر المعنى. الجرس الموسيقي هو يعني كالقافية، يعني مختلف شوي نوعا مع القافية، ولكن نقدر نقول أنه الجرس الموسيقي كالقافية، يعني أنه يعطينا يعطي للقصيدة يعني نوعا ما موسيقى. لما أنا نقرأ القصيدة نحس أنه كاين يعني أماكن ينخفض فيها الصوت، يرتفع فيها الصوت، يعني هذا هو الجرس الموسيقي. كذلك الاقتصاد في المعنى، هذا هو الاقتصاد. يعني الإنسان أنه يحاول أنه يفهمك في كلمتين أو ثلاثة أفكار والعديد من الأفكار، هذه هي المعنى الحقيقي للرمزية. إذا سئلت عن الموسيقى في النص فهي نوعان: موسيقى داخلية وموسيقى خارجية. الموسيقى الداخلية الموسيقى الداخلية الموسيقى الداخلية هي موسيقى خفية تنبع من اختيار الشاعر الألفاظ الموحية المنسجمة عمق، يعني تبين كذلك عمق الأفكار وتسلسلها، لها روعة التصوير والتكرار إن وجد. يعني إن وجد التكرار أو وجدت روعة التصوير أو وجد عمق الأفكار وتسلسلها أو وجدنا الألفاظ الموحية بالانسجام، راح نقولوا بلي راها موسيقى داخلية. أما إذا كان على مستوى يعني كل الشعر أو النثر على وزن واحد أو قافية أو يعني يذكر العديد من المحسنات بعديعية، راح نقولوا بلي راها موسيقى خارجية.
السؤال اللي بعده، في النص ترابط فكري يوضحه، ذلك أن النص يدور حول فكرة واحدة وتذكر أنت الفكرة العامة للنص، ثم تحدد بعدها الأفكار الجزئية لتبرز التسلسل الوارد في النص. السؤال اللي بعده، لماذا غاب الخيال في النص؟ طبعا لبروز الموضوعية، لأن أسلوب المباشر ومخاطبة العقل والاستدلال المنطقي والبرهنة، كل هذا دليل على غياب الخيال. بماذا تفسر وجود الخيال في النص؟ أفسره بالذاتية، أسلوبه غير مباشر، مخاطبة الذات والعاطفة بطريقة يعني غير مباشرة. السؤال بعده راح يكون، استخرج أدوات الإقناع والتوكيد، يعني من أدوات الإقناع والتوكيد يعني الكثيرة، إن وأن ولقد، إنما لكن، حروف الربط والتكرار والقسم، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، لام الابتدائي، أما أحرف التنبيه وأسمية الجملة يعني الجمل الإسمية. ما دلالة إذا ولو ولولا؟ هي طبق القاعدة المدروسة. سؤالي بعده، طريقة شرح الصورة البيانية، أولا تستخرج العبارة، يعني قال لك في الشعر مثلا في البيت مثلا الرابع، في الشطر الأول، في الشطر الثاني، أو في يعني في صدر البيت أو في عجز البيت، نستخرجها يعني تشرح الصورة بحيث توضح أركانها وتبين ما أضافته الصورة على المعنى من أثارها البلاغية. التجربة الشعورية هي الموقف الذي تعرض له الأديب وتأثر به وتفاعل معه نفسيا، ومن ثم ترجمة صادقة لهذا الموقف عبر اللغة والصورة والألفاظ، وينقسم إلى التجربة الذاتية أو التجربة الإنسانية العامة. نكون بهذا قد أسممنا يعني الأسئلة يعني المحتملة أنها تجي في البكالوريا يعني كالوريا. إذا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم، وإذا عندكم أي استفسار أو أي اقتراح خلوا لي تعليق أسفل الفيديو. إذا عجبكم شاركوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة بصورة أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.